بخر عليكم النهاردة نخش موقع أمازون ونشوف أسعار العملات. النهاردة اليوم التمنتاشر هنقدم العملة التمنتاشر إليزابيث 71. دي العملة دي كذا واحد سأل عليها في القناة عندي، فأنا قلت برضو أقدم لكم العملة دي. طبعا موقع أمازون ماشي. بنشوف برضو الأسعار إليزابيث 71 أهو قدامنا، والعملة قيمتها جنبيها اهي 3000 جنيه زائد، وممكن تشتريها بالتقسيط. ادي سعرها، ممكن تشتريها بالتقسيط من على الموقع زائد مصاريف الشحن 21 جنيه مصاريف شحن. سعرها 3000 جنيه زائد مصاريف الشحن، وممكن تاخدها بالتقسيط تدفع 92 جنيه 90 قرش كل شهر لمدة 48 شهر. اللي عنده العملة، عشان برضو الناس اللي بتسأل، العملة دي إليزابيث 71 اهي، وادي 71، كلمة 71 او التاريخ، ماشي نبقى عارفين. في بالمرة عشان الموقع ده مفتوح بعض العملات، بعض اسعار العملات تانية، ناخد فكرة كده على السريع. عملة زي دي كده، دي المملكة المصرية، 2.5 مليم او اسمها نكلة او خردة، ما مش عارف كان اسمها ايه. دي سعرها اهو تحت 144 جنيه غير مصاريف الشحن 144. بعدها في العملة اللي بعدها، عملة رومانية مقيمة اهي، مكتوب عليها 4200 جنيه، بس هي مش واضحة يعني. وبعدها في عملة تانية، عملة مصرية فضة، تصميم عتيق في مكة، دي 8749 جنيه مصاريف الشحن 21 جنيه كده واضح. دي عملة الاتنين مليم والمليم، برضو هما مش واضحين قوي في الصورة. الاتنين مليم والمليم برضو السعر 777 جنيه زائد ده 21 جنيه مصاريف شحن. بعدها في ال 50 قرش 2005 كليوباترا 2005 48 جنيه. بعدها في عملات قديمة، مليم 853 جنيه مصاريف الشحن 21 يعني كده خدنا فكرة. هو بس العملة الرئيسية النهاردة اللي المفروض احنا نجيبها ونتكلم عنها إليزابيث. دي العملة بتاعت النهاردة اليوم التمنتاشر. جماعة العملة دي تمنها على مواقع البيع 3000 جنيه، عشان يبقى الأمر واضح للكل. إليزابيث 71 قلت أقدمها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل عليكم.